الشيء المؤسف في الاحتلال اللي هو جمعني كجولاني محتل في فلسطين المحتلة. ما بحدش بحب الاحتلال ولا شيء. يعني أنا أول شيء بتذكر إنه أنا أمي وأبوي وأخوتي صحونا الصبح يوم الجمعة ويوم السبت أيامات العطلة إنه بدنا نروح نقطف التفاحات. نحن بيتنا بالضبط لما بتفتح البرداي الشباك أول إشي بتشوفه بتشوف جبل الشيخ كلياته ملان أبيض. لو بدي أروح موت بدمشق أنا بدي أروح، بديش أروح على دكتور ولا على مستشفى ولا إشي. فجأة بعد شوي صحيت شفت ناس وجوهها أنا يعني بس بشوفها بالتلفزيون، واللهجة هاي أنا بشوفها بس بالتلفزيون. أنا لما جاءت من دمشق كان كثير صعب. الله يسامحك. يعني بشتاق للبلد القديمة بدمشق كثير، لباب توما كثير. ولو أنت مش فاهم إيش السؤال يعني عمل فيه. يعني أنا هلأ بشتهي فنجان القهوة قاسيون، هيك اطلع قاسيون أقعد، بس مش قادر أروح لقدسي حقيقة الكون حقيقة العالم كلياته. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. حلقتنا اليوم مع العزيز حماده مداح. مرحبا يا حماده. مرحبتين. هلا، كيف الحال؟ والله تمام الحمد لله. قبل ما ندخل سريع احكي لي ليش متوتر ومش متوتر، ليه مبسوط ومش مبسوط، من متحمس ومش متحمس للقاء؟ لا متحمس للقاء جدا. أوكي. بس هيك من خلال الأشياء اللي أنا متابعها حاسس في إشي كتير رح الأسئلة اللي عم بتخيلها شو ممكن تكون، فقديش بدها تضيف لي إشي هيك معنوياً وقديش بدها تزعلني فقداناً. يلا بس متحمس، يعني متحمس جداً. وأنت وعدتني تفتح قلبك لأنه طبعاً. اليوم هذه حلقة قلوب يعني. خلاص أنا هاي قلبي فتحته. حمادة أهلا وسهلا فيك. بالعادة أنا بترك الضيف يعرف نفسه التعريف اللي مش موجود على جوجل ولا بمكان. ومن القلب إلى القلب، مين حمادة؟ حمادة مداح من جولان سوري المحتل، من قرية مجد الشمس. إيش كمان حمادة؟ أصلع اليوم. مش عارف هيك بكفي حمادة. لا. حمادة من الجولان، من أرض التفاح، من البلد المحتل من 67. هيك حاليا. بدي أرجع أصيغ السؤال مرة تانية، بينك وبين حالك كيف بحب حمادة يعرف حاله أو يتعرف؟ تفاصيل تفاصيل تفاصيل، أشبعنا تفاصيل. يعني مش عارف، ما هو التفصيل بده ياخذني لمحل بطل أوقف فيه يعني. توقفش أنا 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 معك. أوكي. كمان مرة، أنا حمادة مداح من جولان سوري المحتل، من قرية مجد الشمس. جولان احتل ب 1967. أنا درست بجامعة دمشق، خرجت من كلية الفنون الجميلة. طبعا لبين ما رحت على دمشق وتخرجت حققت الحلم تبعي. كان في مسير كثير طويل ممكن نحكيها خلال اللقاء يعني. وحاليا أنا عايش موجود بفلسطين بمدينة القدس، من شرقها لجنوبها، من جولان لهون. بحس حالي هيك رغم الثقل تبع جسمي عن جد، بس أنا بحس حالي طير بتنقل بهاي المحلات كلها يعني. بخاف يجي يوم بطل أقدر إني أتنقل بهاي الحرية فيها، رغم موجود الشيء المؤسف في الاحتلال اللي هو
جمعني كجولاني محتل في فلسطين المحتلة. ما بحدش بحب الاحتلال ولا شيء، بس بالنسبة لي هاي الميزة للأسف اللي هي جمعتني بفلسطين، اللي هو كان حلم من أحلامي إنه أنا أكون موجود اليوم حاليا بهذا المكان. يعني كنت بخاف لو إنه كنت محتل لحالي بدون هذا التوأم اللي أنا كنت بحلم فيه، اللي هو دمشق اللي أنا حاليا موجود اليوم فيه، اللي أصلا من قبل ما أروح على دمشق من زمان كان عندنا مؤسسة وما زالت اسمها مؤسسة فتح المدارس للثقافة والفنون، اللي هي على اسم فنان سوري اللي هو كثير مشهور. في يوم من الأيام بتاريخ 10/10 اجتمعنا احنا ومجموعة الأصدقاء، كنا قاعدين سهرانين وكذا وهيك، كل واحد كان معاه إشي قنيني كاسي جرافة، كل واحد كتب الحلم تبعه. فبصراحة من الأحد الأحلام تبعي إنه كانت إنه أنا أروح أتعلم بدمشق، إن هذا كان الحلم الحياة تبعي، وأرجع على فلسطين أعطي فيها ما بعرفش شو، لأنه من وأنا طفل وأنا صغير إنه أنا دائما بسمع وشوف فلسطين بس بالتلفزيون، مع إنه هي نفس القدر عايشينه نحن. فبعرفش ليش دائما كان في إلي شعور إنه أنا لازم أجي على فلسطين، بس وين وكيف بعرفش. اوكي. وحمادة كيف بحبش الناس تعرفه او تحكي عنه او توصفه؟ بحبش الناس توصفني إنه أنا بحبش التفرقة، مع انه لا انا سعيد جدا انه فيش حدا بيعرف بهذا التعريف يعني، بس بحب الناس تعرفني بس كانسان تمام. من الجولان بحس بفخر كبير جدا. بحبش التعريف العقائدي، انت شو دينك او مش عارف شو، كثير بآمن بموضوع الانسان، يعني اي انسان بتعامل معه بس كانسان كقدر بهاي الحياة مش اكثر. هيك بحس كيف إنه الإنسان يعرف يشوفني. أنا إذا بدي أبلش أسألك عن نشأتك، شو يعني عشان أعرف شو يعني نشأة حدا في الجولان؟ وأنا حدا يعني يبدو لي أنه مع العمر عم بصير زي الختيارية، عم بحب القصص أو سماع القصص، فمش من النادر ما نوصل يكون عندنا أكسس أو نعرف نوصل الجولان، بس إذا بتعيشنا هيك من خلال نشأتك قصص وحكايا ناس عشان نعرف شو يعني النشأة في الجولان، مش بس على مستوى سياسي، كمان على مستوى كتير اجتماعي، على علاقة الناس ببعضها، على شو بحبوش شو بحبوش، شو قصة التفاح والكراز والأشياء الزاكية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يعني أنا بس هذا عشان ما غشكش، أنا رحت مرة وخفان عقلي من لما رحت يعني، فبس عم بتصرف انه انا بعرف شو ولا اي اشي، لانه عن جد حب اسمعها يعني وبحب. فتفضل. يعني شايف اصلا حاليا انا اكثر اشي بحن له من خلال سؤالك، ودائما انا كيف هلا بعيش، انا فعليا عايش هلا بجو مديني تمام، بس اكثر شيء عن جد بحن له هو النشأة تبعتي. يعني صح هي في مرحلة معينة كان فيها شيء هيك صعب، بس فيها شيء جدا جميل. يعني أنا خلقت ببيت اللي هو بيت مزارعين، اللي عندي ست أخوة شباب وثلاث أخوة بنات أخوات بنات. يعني أنا أول شيء بتذكر إنه أنا كنت أمي وأبوي وأخوتي صحونا الصبح يوم الجمعة ويوم السبت أيامات العطلة إنه بدنا نروح نقطف التفاحات. هذا أول شيء مرتبط بطفولتي صراحة. فهيك العيلة كلها تطلع، إحنا ما كانش عندنا سيارة ولا كان عندنا ترك ولا إشي. يعني بتذكر أبوي وأمي كانوا يروحوا مثلا يطلعوا مع حدا بالسيارة، بعدين إحنا أخوي الثاني يلحقهم مشي، ياخذ كل واحد ياخذ معه كرتونتين ثلاثة اللي بيقدر بيحملها.
احنا عشان انا واخوي الاصغر كمان كنا ناخذ اشياء اصغر ونلحقها، نمشي 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 لنوصل للارض تبعنا. يعني هذا الاشي اللي متذكره، بس توصل لهناك انه هلا اصحيتوا تعالوا كنتوا تعوا تعوا الساعه 3 على الارض، نلحق نقطف التفاحات يعني. فنوصل نبلش كل واحد يشتغل، نبلش بيي كان هيك تعرف هاي الاغاني الاهازيج اللي كان يحكيها، امي نفس الشيء، اخوتي هذا النقاش اللي يصير واحد على الشجره فوق وواحد تحت، هذا صغير ما فيه يحمل الكرتوني وهذا فيه يحمل الكرتوني، وهاي القاعدة البسيطة اللي كنا نقعدها تحت الشجرة لما نرتاح ناكل اللبني والزيتون والمكدوس وهاي الشغلات. يعني هاي الشغلات كثير دايما بحنلها، لأنه هناك كنت حس قديش أنا لساتني عن جد كثير صغير وهيك مرتبط مع هدول التفاحات، مع هاي الجو العيلي. يعني الألفة الجميلة اللي كانت، كان شيء كثير حلو انه ابوي لما كان جارنا يعني الاراضي ما فيش تعرف، كان ينادي تعال كل معنا، جيبوا العيلة وتعالوا اقعدوا معنا كلياتكم، دايما الناس تنادي بعضها بهذا الصوت العالي انه تعالوا اقعدوا هون، تعالوا ناكل نشرب سوا. هلا في عندي إشي كمان بحب احكيه، في ارض من الاراضي عنا ما كنتش انا اتذكر صراحة موقعها، ضايع بالنسبة لي تمام. فابوي مرة حكى لي اسم الارض هي اسمها المنفوخة، هيك اسمها. ابوي كان يحكي لي كيف بدك توصل على هاي، بتمشي 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 بس تسمع صوت واحد بيعزف على المجوز، احنا بالضبط جنب هاي الارض. هيك انت بتعرف الارض، غير هيك ما بعرفش، ما كانش في سياره او شو يعني. طبعا انا عمري مش 700 ألف سنه، بس بهذيك الفتره كان صراحه مش متوفر مواضيع قصه تنقل بسهوله، يعني كان صعب يعني. فهاي النشاه تبعتي هي ما بين الارض، ما بين التفاح، ما بين الفصول اللي كانت عندنا. طبعا موضوع الشتاء، الثلج وجبل الشيخ، هاي لما نحن بيتنا بالضبط لما بتفتح البرداي الشباك أول إشي بتشوفه بتشوف جبل الشيخ كلياته ملان أبيض، أنت كل شوي بتنام وبترجع بتشوف قديش صار في ثلج. أنت بتصير أنت كطفل بتفكر إنه بدك يصير موازي للجبل يمتلي ثلج. ليش؟ أول إشي عشان ما تروحش على المدرسة، عشان ليش؟ لأنه بالشتاء عندنا بفترة الثلج بيصير في هيك قعدات كثير حلوة العيلة، بيصير في أكلات زاكي لها علاقة بالثلج يعني. بس تنزل الثلج يعني في شيء اسمه كشك، الكشك هاي أو العماشة الأكل تبعنا مشهورة بالشتاء، هاي أول شيء تصير بتفكر فيه إنه أوكي بعدين أروح نتخبى تحت الحرام والحاف، وأبوي أو أمي الصبح راح يقوموا يشعلوا الوجاق، الوجاق اللي هو صوبة الحطب القديمة اللي نحن راح نتجمع كلنا حواليها، ويلا راح يجي واحد من قرابتي يلا يغني شوي بالثلج، بعدين ممكن نلعب شدي، اللي بده يلعب شطرنج. فهاي الأجواء، فأنت بتصير بدك ينتلي ثلج وينتلي ثلج وينتلي ثلج لفوق يعني. هذا عن جد هذا كل شيء مرتبط بهاي الطفولة يعني، بهذيك الفترة. وانت قاعد بتحكي لما بتحكي على قضية المواصلات والحركة، فقلت انه يعني الحياة ما كانت صعبة، او المواصلات او الحركة كانت صعبة. بأثر رجع اليوم عم بنشوفها كانت صعبة، بس انه الناس ما كانت تتحرك، بظن بقرب بالقرى من الاراضي للاراضي ما كانتش واعية لقد ايه الاشي صعب مقارنة. بس اليوم مقارنة باليوم شفنا الشيء قديش عم او قديش كان صعب، قد الناس كانت تبذل جهد بالحركه بالتنقل بالروح على الارض. بدي اجرب اسالك كمان بنفس النشأة بالجولان، شو الصعوبات اللي كمان عشتها واليوم هيك بتطلع عليها باثر رجعي، انه ما كنتش شايفها صعوبات بس اليوم عم بتشوفها واو كان في صعوبات.
على فكرة بتعرف موضوع المواصلات عن جد أنا بحسه بيأثر فيي يعني. يعني كيف؟ في كان إشي اللي هو يعني اليوم مثلا لما صار إنه يعني اليوم صار في عندنا سيارات كثير مثلا، وصار في عندنا أدوات حديثة جدا للأرض، بس للأسف نحن في هاي الأرض اللي حكيت لك عنها نحن فقدناها راحت. يعني الإشي اللي كان صعب أنت بدك إياه بالفترة هاي ترجع عشان تكون مرتاح تروح على الأرض بسهولة راحت. يعني فعليا صار كثير سهل إنك توصل للأراضي، بس القيمة هاي اللي حكيت لك عنها ونحن صغار شبه راحت. يعني الأرض لساتها موجودة، الزرع لساته موجود، الكرز والتفاح موجود، بس في شيء غاب من الحالة الاجتماعية اللي هي يعني الطريق الزراعي بطل هو طريق زراعي، صار في شيء ناس تستخدمه للسرعة، ناس تستخدمه لإشي تجاري أكثر. في شيء قيمي بالأرض هيك شوي 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 بتروح مع تغير الحياة، مع التطور اللي عم بيصير حوالينا. يعني حتى مش عارف، يعني هلأ نحن عندنا مشاكل كتير بالجولان، يعني في هلأ الاحتلال عم بيحاولوا إنه كمان يقضوا على الأراضي تبعنا، إنه بموضوع شيء اسمه مراوح القاتلة، المراوح العملاقة اللي في مخطط إسرائيلي اللي بدهم يسووه عندنا بالمناطق تبعينا أو بأراضينا. يعني نحن كلنا معرضين لفكرة تهجير الزراعة وتهجير الناس. يعني أنت فعليا عم تحكي عن مراوح اللي عن جد هي قاتلة جدا، هن بيدعوا إن هي مصدر للطاقة أو للكهرباء، بس هو فعليا لا، لأنه أنت عم بتجيب إشي اللي طوله فوق 100 متر وبلف بشفرات اللي هي بتدور تقريبا 40 متر بالجو. انت عم تحكي لا في عندك طيور، لا في عندك زراعة، لا في عندك توسع ناس تقدر تعيش. هذا من ضمن الأشياء اللي المفروض تطور فيها، بس بالنسبة لنا نحن كأشخاص اللي عشنا وربينا، ويعني نحن أمي وبي ربونا وعلمونا من التفاحة مش من إشي تاني. يعني احنا هذا المصدر اللي كان بحياتنا، مش ابوي لا هو مخترع ولا شيء، هو بالضبط بس علاقته مع الارض. يعني انا اليوم بتطلع برقبة ابوي، بشوف كل سنة بيت فيها، بشوف التجاعيد اللي موجودة دي برقبته، بشوف كيف انا كبرت، كيف اخوتي كبروا من هون، مش بشي تاني. فالاحتلال بده يجي وياخذ هذا كل ذاكرة، كل شيء له علاقة بهذا الشعب اللي هي الأراضي اللي هي أهم شيء بالنسبة له. هاي بالنسبة لي مأساة كثير كبيرة اليوم حاليا. يعني إن شاء الله أنه ما يصيرش، بس إن شاء الله إن شاء الله. بدي أرضي. أحزنتك أنا صح؟ لا لا، ما أحزنتني، بس أنا بفكر قاعد إنه امبارح كنت بمشوار فشفنا المراوح الكبيرة، وفي وين؟ بالي إنه إحنا في إسطنبول كنا عملنا مسار تجوال يعني، فشفنا المراوح الكتير كبيرة العملاقة هذه، بس كمان شفنا انه مثلا في الدول عم تهتم كلها بتنويع مصادر الطاقة تبعتها، بس بيهتموا كمان بانه لما بدهم يبنوها بمناطق بعيدة عن السكان تماما، ومناطق فعليا اراضي يمكن شرائها من الناس او اراضي للدولة، يعني هيك ما بيجبروا الناس عليها. وعندنا يمكن احنا بنقتنع فعليا انه يعني اسرائيل او الاحتلال معني بتطوير نفسه، فبنلاقي انه هو ممكن يكون مفيد لإلهم، بس انت لما تيجي تشوف انه الدول الثانيه كيف تهتم بالمراوح انه تكون كتير بعيده عن الناس وباراضي بعيده، بصير تشوف شوي لا، هدول عم بقربوها على اراضينا احنا او على مساحات، وهي مصادر تهجير جديده، هي مش مصادر طاقه يعني بهذا الشكل. بدي أسألك شغلة هلأ، لما بنحكي يعني قيمة الأرض لما بتحكي عنها راحت، أو راحت من من من
بالأرض يعني ممكن تكون الأرض موجودة وصار أسهل وصول لإلها، بس قيمة الأرض المعنوية وروابط الناس الاجتماعية هي اللي انهزت أكتر. هذا كان قصدك؟ لا أنا قصدي بالعكس، قيمة الناس وارتباطها بالأرض هذا عنا شيء يعني فيش مجال للنقاش عليه. يعني هلأ موضوع المراوح عنا الناس، يعني إحنا يا يعني إحنا يا المراوح بس باختصار. الرابط أنت بالضبط المعنوي مع الأرض، القصد طبعا الأرض. علاقة كثير قوية، علاقة كثير تامة. أنا لما حكيت لك الأرض، نحن الأرض تبعنا لأنه للأسف نحن اللي عندنا المي، نحن عندنا كمية المي اللي بتنزل، أهم منطقة اللي موجودة فيها المي. بس أنت لما بتوصل لمرحلة تصير الاحتلال ياخذ منك المي وأنت تدفع أجار المي أكثر من هاي الأرض أنت بتجيب لك وبتساعدك، فهاي الأرض بتبلش تموت، فأنت مجبور كل سنة ولا سنتين تغيرها وتعملها، فأنت بعدين بتبلش تحس بالتعب إنه الأرض شو مش عارف شو عم تعمل. تمام؟ هلا نحن عندنا ارض ثانيه يعني بس مستحيل نفرط فيها يعني. فالشيء بيصير صعب كمان كمان كمان. الاحتلال بيخليك انك انت بمرحله معينه انك انه هاي الارض بدها مي، بس انا بطل معي اقدر ادفع حق المي تبعي، مع اني بالاخر كمان معنيين انهم يخلوا المستوطنات اللي هن يكون عندهم زراعه، بس انت كارض جولان وهاي اللي ملاني ثمر وملاني مي بدنش يخلوك تظلك انت تشتغل فيها هناك. انت المفروض تصير تشتغل عندهم، ما يكون لك انت ارض انت اللي انت تتحكم فيها وتشتغل فيها. طب انا بالعاده كمان بجرب اسال سؤال هيك على بتعلق بالهويه كمان، بس اول شيء لازم احكي لك انه انا كتير صعب علي بهذا الحلقه، انا انه يعني حتى لما بحكي مع حدا من الجولان مش عارف يا اخي انا كنت اتصرف معك انك سوري او فلسطيني، فلسطيني او سوري، ففي اشتباك حتى بيني وبين حالي براسي بكون يعني من هون لاخر حلقة ان شاء الله تسهل حياتي يعني واصير اعرف اتعامل معه. بس البرنامج كتير بهمني انه يعني كان انه اتعرف على انه انت امتى اكتشفت رابطة مع فلسطين او امتى في حادثة كان لإلك مع فلسطين، بس بهمني قبل في حالتك اعرف كمان شو الحادثة او شو المشهد او شو القصة او شو الذكرى اللي بتيجي في بالك اللي خلتك تعرف حالك من الجولان يعني او تحول هويتك الجولانية او السورية لهوية قوية عندك. شوف هلا انا هيك دائما من لما يمكن من لما خلقنا فكرت انه نحن ربينا على ان نحن جولانيه سوريه ارضنا محتله. كيف حكيت الرابط اللي كان هو عن جد دائما انت بتشوف انه بتشوف بالتلفزيون انه الشهداء بفلسطين، المقاومة بفلسطين، كيف الاحتلال بفلسطين، وأنت نفس الوقت لما بتشوف بالتلفزيون بترجع بتشوف كمان عندك بجولان بفترة الثمانينات والتسعينات، اللي بتشوف نفس المحتل اللي موجود بفلسطين هو نفسه موجود عندك، عم بيضرب أمك وأخوك وعم بيعتقل ابن عمك وبيعتقل جارك، وشهيد من الجولان نزل بسبب الاحتلال نفسه. هذا مكان كمان بيوعيك انه مين هدول الناس. هدول الناس في قاسم مشترك بيني وبينهم، هدول نفس الاحتلال، هدول لازم انا اصير قريب منهم اكثر. نحن بعد جغرافي كثير بعيد، يعني نحن 4 ساعات سفر، انت فعليا عم تنتقل من دولة لدولة، من فلسطين لسوريا. بلش هيك، بلش الاشي بلش يكبر معي انه لا انا بدي اشوف فلسطين عن قرب، انا بدي اعيش مع الناس، بس كيف؟ انا لساتني صغير. بعدين هيك الواحد بيروح على اتجاه اللي انت بتبلش تكون بمؤسسات معينة بجولان بمجد الشمس تحديدا، اللي تبلش تبني ذهنيتك هناك من خلال مؤسسات الرياضة اللي هي تعتمد كمان يكون فيها سياسي، أو من خلال المؤسسة اللي هي رابطة الجامعيين كانت اسمها بزمان، اللي نحن كمان هناك كنا نروح نعمل مخيمات صيفية، سووا لنا لما كنا صغار
وبعدين جابوا لنا فجأة صار في عنا بين الخيام خيمة القدس اسمها، بس هذول بيحكوش زينا. هلا أنا صرت أحكي فلسطيني كمان، أنا ميكس من اللغة اللهجات. بعدين تعرفنا على إنه في ناس من القدس موجودين هون، بلشنا نحكي مع بعض نتعرف على بعض. أنتم من فلسطين اللي بالشهداء بالأحمر كفناه وهيك. أنا مرتبط براسي التلفزيون. بتروح الأيام وبتيجي الأيام، طبعا نحن من كبار. بعدين بيجي أول مرة على فلسطين لهون، إنه بتشوف شخص تلتقي فيه. أنت من مجدل شمس، بتعرف الإنسان كذا كذا؟ بعرفه، نحن أنا وياك كنا بالسجن مثلا مع بعض. بتعرف الإنسان كذا؟ بالزمانات كان هذول من الجولان يجيبوا لنا التفاح بفلسطين. كان لما صار في أزمة بفترة 82 وقت فرض قانون الهوية الإسرائيلية على أهل الجولان، الإسرائيلية منعت أهل الجولان أن تصدر التفاح تبعها، فإجا أشخاص من فلسطين اللي هن أخذوا على عاتقهم أنه ياخذوا التفاح ويبيعوه عشان يساعدوا أهل الجولان. بلشت هناك هيك العلاقة، بدايات سياسية. تمام. وكنت أشوف بالبدايات رسومات ناجي العالي دايما تحت بيتنا، أول ما أشوف على المؤسسة حيطان موجودة ناجي العالي. بلش موضوع هون يرتبط ما بين الفن والسياسة بالنسبة إلي. بلشت شوي شوي أكبر. بعدين بمرحلة رحت أشوف إنه أنا كنت رياضي على فكرة بالزمانات، تخيل إنه أنا كنت رياضي. بمؤسسة كان اسمها نادي الحرية. هناك كمان ربينا على كيف ندمج الرياضة مع السياسة، مع الفن، مع الثقافة، مع التواصل المحيط اللي حوالينا. اسمح لي حمادة بس أقطعك شوي. هذا هي هذا المحيط او هذه تفاصيل باللي انت صور عم بتعطيني اياها ممنون لك عليها، بس انا بدي الحادثه اكثر لانه رح ندخل بالصور وتفاصيلها لقدام. حادثه او ذكرى ما اللي عندي فضول اعرف، يعني هلا وانت عم تحكي انه انت حسيت حالك سوري من 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 خلال فلسطين، او شعرت بسوريتك من خلال فلسطين من خلال المشاهد اللي عم تحكي عنها، او في شيء حادث اللي خلتك تشعر بانك سوري اولا، او حادث خلتك تشعر بانك فلسطيني اولا، ممكن خبر ممكن صوره ممكن كذا. انا اللي بضل ابحبش فيه في البرنامج هذا لشيء، انه احنا خاصه الناس اللي بتيجي غرقاني بصور ومشاهد، ومن الطبيعي جدا بنفترض انه طبيعي انا اكون بطل فلسطيني وشهيد بطل وشهيد حي وكذا، يعني من الحمول اللي بيطلع معها الواحد، بس بكون في حادثة هي اللي عملت الاشي الشخصي اكتر من الاشي العام. انا هون عم بجرب احفر جواك يعني عشان اعرف حتى فضولا كيف الاشي اللي مركب بالهوية عندك من خلال النشأة ومن خلال الصور، اذا كان في حادثة او حادثتين او ثلاثة عملوا هذا الاشي المركب اللي عندك. شوف، هلا هي في 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 اكثر، عن جد هو اكثر من حدث. هي انا الفتره الحياه تبعي فيها محطات. يعني انا حكيت لك الحلم اللي الاول، حلم اللي انا كنت بحلمه لما كبرت. يعني صرت بصف العاشر او صف 12، خلصت المدرسه، انه انا دائما بحلم انه انا بدي اتعلم فن، انا بدي اروح فن، بس بدي اروح على دمشق مش على مكان ثاني، انه هذا وطني من انا صغير. انه انا كبرت انا صار فيني اروح لحالي، بس كيف بدي اروح؟ تمام. فأنا لما خلصت مدرسة قدمت بدي أروح على دمشق، أنا أجاني رفض أمي، ما بعرفش ليش، إنه أنا ممنوع أروح على دمشق عشان أنا بشكل خطر، مع إنه أنا ما كانش إلي بإشي ولا علي إشي، ما بعرف شو يعني. فاضطريت أول مرة أجي على مدينة القدس عشان أدخل محكمة العدل العليا، عشان أنا يترافع المحامي تبعنا عشان ليه ممنوع يروح، ليش، شو اللي عليه، شو عامل، مش عامل شيء، لسه انا صغير، لسه مخلص مدرسي ولا بعمل شيء ولا عارف شيء، غير انه انا طموحي اروح اتعلم فن بوطني دمشق بس. فاجيت اول مره على القدس بهاي السنه تقريبا بال 98، سنة 98 كان في مرافعه، وكان في مجموعه اصدقاء اللي من جولان كمان اللي هن اجاهم رفض،
فتنا على المحكمة، العدل العليا، الاستجواب، مرافعات، انه انت عملت كذا وكذا. انا ما عملتش اشي، انا ما بسويش ولا شيء. انا تم الموافقة بعدين علي بانه راح يزبط اخيرا بعد رفض مرتين اني اروح على دمشق. المرة الثالثة كان في موقع انه خلاص انت راح بيمشي الحال، بيسقط الملف الامني، فيك تروح. متذكر انه كان معي صديقين كمان، انه تعرف الاحباط، انه احنا كان حلمنا نروح مع بعض على دمشق. فللاسف انا اللي زبطت معي، واصدقائي اثنين، ونحن راجعين بالسياره انه بنساش هذا الاشي، انه واحد نايم على اجري هاي وواحد نايم على اجري هاي، وانا قاعد بس عم بفكر انه كيف هاي الاحلام اللي احنا كنا عم نفكر فيها، وبس شايف قدامي طريق لدمشق. يعني من القدس هيك مرة وحدي، انه خلص هيك، وشايف كيف انا رايح بس صوب دمشق، مش اشي تاني، لا شمال ولا يمين. وبنفس الوقت هيك في مشاعر متوزعة، انه اصدقائي اثنين، كيف واحد هون واحد هون. فوصلت على البلد، كان شعور جميل إلي ولأهلي، لأنه أمي كان كمان، وبي كمان حلمه إنه أنا أروح أشوف دمشق اللي كانوا يحكوا لنا عنها، اللي هن حياتهم أصلاً، لأنه أبوي كانت صعبة بمسيرة حياتهم اللي عاشوها ما بين مخيم اليرموك، وما بين جولان، وما بين محلات كثير متعددة. يعني أبوي وأمي كانوا، كمان أمي كانت وهي بالمدرسة كانت تعزف على الأكورديوم، وأبوي كان بفترة بالجيش اللي يعزف على الآلات النفخية بالفيلق الجيش تبع الموسيقى. فدائما كانوا يحكوا لي شو الوطن تبعنا، شو نحن صغار يعني. فمن هناك بلشت كيف أنا بدي أروح على دمشق. ورحت على دمشق قصة كان، يعني أنا وصلت قبل من بيتنا. تفضل تفضل كمل. مش عارف إذا بحكي ولا نروح دمشق ولا لسه نضلنا هون. لا انا بدي بدنا نروح، والمشكلة انه يعني انه عم بديش اقطعك، بس بديش تحرك لي مراحل انت. أنا معك. يعني هيك بس. كيف لحد ما رحت على دمشق؟ انا لما يعني لما رحت على مجدل شمس والجولان، انا ما يعني لو ما في هاي اللافتة تبعت الجولان ما كنت بعرف انه صرت بالجولان، يعني او لو ما حدا حكى لي ما كنت رح اعرف. بمعنى الطبيعة نفسها امتداد، الشارع امتداد نفسه، حتى لانه الاحتلال يعني بتلاقي انه شكل الخدمات او شكل التفاصيل بتلاقي انه ممكن تضلك ماشي لحد ما توصل الشيك اللي هو بعد مجدل شمس. صح. يعني انت في الوعي على مدار السنين ممكن تكون انه حدود فلسطين هي ما بعد مجدل شمس، عشان هيك بنكون النكت يعني، او كان في نكتة بالسيارة انه الجولان إلنا ولا لا، انه مجدل شمس هذه معنا احنا ولا لا، يعني هيك نرجع لهم اياها بعد التحرير او لا يعني. بس انا لما يعني كتير عندي فضول اعرف انه كيف اصلا نشأتك، انه هلا وانت قاعد بتحكي طول الوقت انه بدك تروح على فلسطين، او انه يعني او انه انت موجود بسوريا وبدك تروح على فلسطين، وهناك فلسطين وهون الجولان او هون سوريا، بالرغم انه الجغرافيا، التفاصيل، حتى الخدمات، احتياجاتكم، الزوار اللي بيجوكم يمكن بالاكثر كمان اليوم خاصة، يعني امتداد لفلسطين اكثر. ف اللغة اللي بتستخدمها واللي بتستخدموها عامة دايما كانت تثير فضولي، انه قديش على مدار هالسنين هذه كلها في اشي متعزز يعني كتير قوي وكتير متين، حتى ما بتغلط فيه انت انه بدي اروح على فلسطين، او 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 حتى لما بدك تنزل على فلسطين بدك تشرح لي انك نازل على فلسطين ترى يعني. بتعرف لما انت بتطلع بتبلش مسيرتك، مثلا لنفرض نحكي من مجدل شمس او من جولان، يعني انت الشارع اللي بدك تبلش تمشي فيه، انت فعليا رح هيك تمشي من جنب 4 دول عربية اللي هي بلاد الشام. انت اول ما
حمد الشمس على يمينك، ببلش عندك جبل الشيخ بتشوف التلال تبع لبنان، بعدين على شمالك انت بتمشي جنب الغور. انا عم بحكي عن طريق بيسان، يعني على شمالك، على يعني انت فعلا جغرافيا انت بتبلش تحس كيف بتركيبة الجغرافيا. لما بتطلع من الجولان بتطلع هيك من منطقة، يعني كل شيء حواليها عن جد بتشوف هذول الأربع دول موجودين حواليها، الطبيعة بتبلش تفاجيك. وكيف لتوصل على القدس، كيف حكيت، على شمالك بتشوف غور الأردن، كل الوقت أنت عم بتشوف الأردن جنبك، على يمينك أنت شايف لبنان، وطالع أنت من الأراضي السورية كل الوقت، وبطريقك لفلسطين وأنت عم بتشوف المستوطنات اللي هي مبنية على يمينك. تمام؟ ما جاوبتنيش، بدي أرجع مرة تاني. كيف مرت هالسنين كلها؟ طب خليني أجرب أسأل سؤال، يمكن أنت لأنه بمرحلة ما كانت الجولان مرتبط بسوريا أكتر، اليوم الأجيال الجديدة خلينا نحكي التسعينات وإطلع، تمام هيك، برح تحس أو بيستخدموا نفس اللغة اللي أنت بتستخدمها بالإشارة إلى سوريا، موقع الجولان منها، موقع الجولان من فلسطين، يعني لساتهم بيستخدموا حتى المصطلحات أو تسمية المناطق الجغرافية اللي هي بتعزز فكرة إنه هون حدود سوريا؟ شوف، هلا في تغيرات اكيد، يعني في مع الجيل، هو مش جيل التسعينات، لسه جيل التسعينات كثير منيح، لحديت ال 2000 2000 لحديت 2011، لحديت وقت الثوره السوريه اللي صارت، في هناك شويه متغيرات. الاحتلال حاول يلعب على كثير، مش بس على جولان، على عده اماكن بفلسطين بالشمال والقدس نفس الشيء، يعني انه بتعلق بالجيل، بتعلق بالعائلة، بتعلق بالظروف، بتعلق بشو طموح البني آدم. يعني لما واحد مثلا نفض بجلان بيقول أنا طالع على جنين بفلسطين، أو طالع على عرابي جنين مثلا بفلسطين، مش على عرابة مثلا اللي يعني نقول بال48. يعني في شوية هذا، في وعي لحد هذا الموضوع، وفي مجموعة من الأشخاص يعني اللي هي مستفيدين من هذا الاحتلال، اللي هم خلاص بالنسبة لهم إنه أوكي احتلال، بس إنه والله رايح على تل أبيب خلاص، ما هو بس أنا دايما رايح على فلسطين. وهذا شيء شخصي ولا عام؟ أنا شفته عام يعني، ومش عارف إذا عام يمكن لأنه سياسياً بلتقي بأصدقاء سياسياً مشتركين، فعشان هيك عم بجرب أحفر بالسؤال إنه هذا إشي عام هي عند حقيقة، الجولان. هي مش بس لأنه شيء عام، هي حقيقة. هلأ ممكن في ناس ممكن تتجاهلها عشان الاستفادة تبعهم، في ناس عندها قلق، في ناس عندها خوف، بس جواتها بتخيل غصب عنها، هي حقيقة، يعني حقيقة مفروغ منها، إنه هاي أنت جاي من سوريا، جاي على فلسطين، جاي من الجولان، جاي بس على فلسطين، أنت مش رايح على السعودية ولا على الكويت ولا على دبي، انت بس جاي على فلسطين اصلا، كل لعبتك بفلسطين. راح الشعب، الشعب راح، الاحتلال ظل الاحتلال لمليون سنة، وما قبل مليون سنة هاي فلسطين. انا بحكي لك هادي، يعني مثلا بالاردن انك انت توقف في مكان وتشوف انه البحر بفرقك بينك وبين فلسطين ما حرك كتير اشي عندي، بس اول مرة بالنسبة لي كانت فكرة انه الحدود وهم حرفيا هي في الجولان، يعني انه الشيك هو اللي بيعمل الحدود، يعني هيك انه احنا بالاخر موجودين تحت احتلال واحد. وبعدين حديثا جدا من لبنان، انه انت بس يعني كنت في لبنان فكنت ماشي على الحدود مع فلسطين، فطول الوقت عم بتشوف كمان امتداد الطبيعة، امتداد الجبال، وهي الطبيعة انت بتعرفها من الناحية التانية، بس انا بالجولان كانت صدمتي، عشان هيك عم بجرب اشوف انه شوي الاشي موجود عندي، كان يعني انه كيف يعني هون بلشنا الجولان اذا هاي اللي موجود اللي كلنا بنصورها اللافتة انه هون الجولان، لو هي مش موجودة انا كنت راح اعرف انه انا صرت بسوريا وصرت بالجولان. فكان شوي يعني لإلي كيف منقول بال48 إنه في قرار اللي بيطلعوا أبناء ال48 بدهم يطلعوا فلسطينية، لأنه في كل إشي حواليهم بخليهم يكونوا مش فلسطينية،
نفس الشيء بالجولان، في يبدو لي في قرار عند كل حدا او كل اسره وعيله او الاشي كتير فردي انه انا بدي اكون ابن سوريا، لانه فيش اشي بخليك تكون ابن سوريا يعني، باستثناء يمكن التفاصيل الاجتماعيه اللي شوي شوي كمان عم تتغير وبتاخد اشكال تانية يعني. صح. طيب رحت على سوريا، رحت على دمشق. انت يعني انا عم بجرب ما قبلها، لانه هون انا بدي اتركك هلا معشوقتك يعني. هلا انا كيف رحت على سوريا او على دمشق تعال نسمي، لانه انا بسوريا اصلا يعني، انا بحبش هاي التسميه تبع رايح على سوريا، انه انا بسوريا تمام. فكيف بلشت؟ لما انا اجتني الموافقه على اني اروح على سوريا، صار عندي إشي اللي هو زي إشي وعكي مرضي، اللي صار عندي زي بحص بالكلى تمام، هاي النوبات القاتلة. فأمي حدا كثير بحبه، وعيلتي يعني هيك عيلة كثير حميمية، وأمي إذا بتحكي لها أنه أنا مريض هاي مصيبة. فبتعرف قبل بليلة تاني يوم أنا بدي أطلع على دمشق، العائلة كلها بتتجمع بسلموا وبدعوني وكذا. وعن جد هاي الليلة أنا نمت بالغرفة، نمت جنب أمي تمام، وأبوي كان وأخوتي كمان كانوا، كنا بغرفة هيك ننام كلنا سوا، عرفت؟ عشان تعرفوا يودعوني. أنا قبل بيوم صار عندي نوبة كثير قوية، فكون أخوي الكبير هو صيدلي ودكتور، فحكت له قلت له المفروض كانوا يعملوا لي عملية بالكلى، قلت له أنا بدي أروح موت بدمشق، أنا مش ضال هون يعني، إذا بفوت على مستشفى أنا بعرف حالي رح يروح علي التسجيل وبطل أروح على دمشق كمان 4 سنين، بكفي السنين اللي قضيتها هون خلاص. لو بدي أروح موت بدمشق أنا بدي أروح، بديش أروح على دكتور ولا على مستشفى ولا إشي. طبعا أمي ما بتعرف هذا الموضوع، ولا بي ولا حدا. أنا بالليل أخذني أخوي على المستشفى، أعطاني زي أوبا مسكنات وهيك، قال لي تمام بتروح أنت بعرفش. بالليل إجتني النوبة القوية جدا، وأنا جنب أمي، طبعا أمي حاسة في شيء أنا مش مزبوط تمام. إجا الصبح أنا مش نايم كل الوقت، أنا بس عم بفكر كيف بدمشق، كيف أنا بدي أروح أسمع هاي الأذان الجامع الأموي اللي أنا دايما بشوفه بس بالتلفزيون، بدي أشوف الكنائس هناك، بدي هاي الأصوات اللي أنا دايما بحبها، بدي أشوف صباح الخير لك خيو، هذا بس اللي عم فكر فيه. صحيت الصبح وأنا عن جد عم بنزل يعني من جواتي، وضع كتير تعيس. فلما طلعت بالسيارة كان أخوي هو اللي ساعدني أخذ شو اسمه، قلت له بحياتك أنا معش قادر، خليني أوصل على الحاجز اللي هناك، الحاجز القنيطرة المعبر اللي هناك اللي بيكون من جهة الاحتلال، من بالنص بيكون الصليب الأحمر والجهة السورية هناك. أنا فعلا وصلت من هناك بكثير شيء متعب، أنا وصلت على المستشفى مباشرة دمشق، أخذت كمان نفس الشيء، شافوا إيش عندي كذا وهيك، أخذت الإبر المخدرة وهاي الشغلات عشان أصحى. أنا بالضبط بتذكر بس صحيت الصبح بمنطقة اسمها المزي بدمشق عند بيت أخوي، كان أخوي هناك كمان موجود، ظلوا هناك، كان يدرس هناك اسمه إسماعيل ممثل. بس صحيت الصبح إنه فيه هيك صوت أذان الصبح جنبي، اللي أنا بصراحة مش بتعود عليه بالجولان، ما كانش يعني عندنا موجود إلا قبل 67 بالحرب، ما هي كانت الجولان القنيطرة كانت ملان قرى اللي هي ناس تهجرت، جوامع كنائس تهدمت بسبب الاحتلال. وأخيرا عم بسمع هذا الصوت اللي صار حقيقة، قوم أنت لقوم، بدكش تفطر حمص، بدكش تعمل بدمشق. فجأة بعد شوي صحيت شفت ناس وجوهها هاي أنا بس بشوفها بالتلفزيون، واللهجة هاي أنا بشوفها بس بالتلفزيون، انه اصدقاء اخوي اللي هن اجوا يرحبوا فيي انه انا وصلت على دمشق. ومن هناك بلشت، انا بنساش كيف رحت يعني، هذا يعني لو امي حست علي شوي، امي رح تضيع ما بين حلمي وما بين هي حلم اللي عايشتني فيه من انا صغير،
هيك في شيء مثلث رح يروح. لو ما ظلتنيش متحمل هاي الفكرة انه بدي اوصل، لو شو ما يصير انه انا لازم اوصل لهناك. قديش فوصلت قعدت؟ 6 سنين، من الـ2000 لـ2006 تخرجت من جامعة دمشق من كلية الفنون، اختصيت هناك نحت. وهناك يا معلم بلشت تحس شو يعني عن جد، شو يعني دمشق، شو يعني رغم التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تضايقك، اللي دايما ممكن تلاقيها وين ما كان للأسف، بس في حلم تحقق. يعني في شعور هيك انت بتعيشه انه انا بعدني مش مصدق عن جد، انه انا رايح اتعلم، بدي اتعلم بهالحلم، بلشت بالحلم تبعنا، راح اروح اتعلم بكلية الفنون، راح اشوف ناس، راح اشوف قرابتي اللي نحن ما نعرفنش، يعني خلقنا واهالينا بيحكوا عنا انه هذول انفصلوا عن بعض بوقت الحرب، بطلوا يقدروا يجوا على الجولان، ضلوا هناك. رحت شفت عمتي، رحت شفت اخوه اولاد خال ابوي، كل هاي العيله شفتها. بلشت ابحث هناك عن شخصيتي، مين حماده بوطني، وشو بده يكون حماده بوطني. فبلشت ادخل على الجامعه هناك، بلشت تبني العلاقات تبعي. علاقاتي راحت اول ما يعني اولاد بلدي هم السوريين، اول علاقاتي كانوا مع الفلسطينيين. حقك علينا. حبيبنا والله، يعني بس وصلت هناك انا حسيت حالي انه مثل السفير اللي جاي من فلسطين لفلسطين نفس الوقت. جد فعلا اغلبيه اصدقائي اللي كانوا، يعني اعز من اعز اصدقائي اللي هو كان بمخيم اليرموك، هذا اعز شخصيه اللي عندي كان. وامي وابوي لما حكوا لنا زمان، لان ابوي كان يروح بمهمات معينه، كانت عيلة بمخيم اليرموك اللي هي تدير بالها على اخوتي الصغار لما امي خلفتهم، لان ابوي ما كانش موجود اصلا. وانا حسيت حالي رجعت لهناك، وابوي وامي وصوني بدك تروح تدور اذا بتقدر، لانه كنت حابب احقق لهم هالهدف، الحلم تبعهم كمان، انه تروح تشوف اذا هذول الناس بعدهم موجودين. وفعلا عن جد روح تدور دور دور بالمخيم اليرموك، انه لاهلي، عشان كانوا في عيلي اللي هناك اللي كانت تدير بال على امي وابوي وعلى الاولاد، فاهلي كانوا معنين انه يلاقوها عشان على الاقل نرجع نتشكرهم، يشوفوني، يشوفوا اهلي بعيوني او بالعكس يعني. فللاسف ما لقيتهمش، بس لقيتهم قبل امتى؟ قبل سنتين. واو. لقيت العيلة السلالي تبعها تقريبا أغلبيتها، اللي هن اليوم موجودين برا البلاد. بس فتت بلشت أبحث يعني إنه خلاص بدي أحكي لأهلي إنه خلاص تمام. وبالفعل فتت لقيت إنه أسماءهم على أسماء خواتي وأخوتي، يعني مسمين تيمنا ببعض. واو. فكان وأهلي حكيت لهم إنه هذول أبوي طلع فيه وأمي طلع انه لك كيف كبرانين، هي لك كيف صار كبير وفي عندهم احفاد اولاد 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 وهيك شغلات. فهيك حسيت انه خلاص حلو في شغل. وهناك بلشت الحياة الفنية. خلاص الهدف بلش اكثر انه اروح للعالم الفن أكثر، بدي أروح أمشي أتعرف خارج دمشق، بدي أروح على المحافظات الثانية، على طرطوس، على اللاذقية، على بلدان، أشوف الناس أكثر، أتعرف على الناس، على أولاد وطني أكثر. هناك بلشت أبني شخصيتي، يعني أحاول أشتغل على شو أنا، مين أنا، كيف بدي أكون. حمادة، إذا بدي أسألك، بخلال الـ6 سنين في دمشق في 3 قصص أو 3 أشياء بتحن لها، يعني لقيتها هناك ومش لاقيها براها، مش لاقيها في القدس، هلا ما نروح القدس نشوف كمان. وكمان إذا بدي أسأل على كمان 3 شغلات كانوا مزعجين، يعني 3 أشياء كانوا يربطوك في دمشق و3 أشياء كانوا مزعجين، وعم بحكي 3 يعني مجازا، بس عشان ضيق الوقت، وعشان كمان معني أسمع عن دمشق، عن القدس كمان.
بس تعال نبلش بالشيء الكثير حلو اللي بتحنن له لليوم في دمشق. يعني صراحة عن جد أنا كثير يعني كثير بحن الأصدقاء اللي أنا تعرفت عليهم هناك. بشتاق لأخوي اللي ما شفتوش من 17 سنة، وبشتاق لشوارع دمشق بالشتاء تحديدا على فكرة، لأنه هذا المشهد اللي بيروحش من بالي دمشق بوقت المطر. هذول الثلاث شغلات كثير بشتاق لهم، يعني بشتاق للبلد القديم بدمشق كثير، لباب تومة كثير. يعني هلا انا بحكي انا هناك عفكر حاليا، يعني الشغلات اللي مش منيحة اللي كانت تخوفني وانا هناك، انه في شيء انت حبيته مش قادر ترجع تشوفه كمان مرة. بس انه اوقات بقول لو انه ما رحتش احسن، انه ممكن يكون ظلوا حلم. هذا بعدين اجت بعدين اخترت انه انا لما رجعت من دمشق كان كثير صعب. الله يسامحك. بدي حكيت لي اخوك لك 17 سنة مش شايفه، يعني الشيء سبق 2011 واحداث الثورة. انا هو موجود، هو راح تعلم كمان هناك بفترة زمنية بعيد، يعني راح تعلم وظل هناك، هو اصلا فعليا من ما يرجع لهون فعليا، هو خلص ضمن معايير الاحتلال، هو خلص شخصية صارت خارجي المكان، فهم ممنوع يجي لهون، بس بيظلوا هناك. وقلت لك اصدقائي وناس، يعني الأماكن اللي أنت بيت فيها، اللي أنت بنيت عقليتك فيها، الأساتذة الدكاترة اللي علموني، الأماكن اللي أثرت بشخصيتي، يعني وهاي الأماكن اللي أنت عن جد ما عادش فيك ترجع تشوفها. مش عارف إذا أنا هلأ بعمري رح أرجع أروح لهناك ولا لا. يعني أنا هلأ بشتهي فنجان القهوة قاسيون، هيك أطلع قاسيون أقعد، بس مش قادر أروح أصلاً. مش عارف إذا أنت حدا رح يرجع يروح أو لا بهاي الظروف، انه يتحرر جوعان. وانت كنت في التجربة نفسها كنت شاعر انه ممكن يعني هذا حلم، ولا بعدها عم تقصد؟ يعني انت عم جرب اشوف اذا يعني قديش حجم الربط بالمكان، او قديش كمان انت مستمتع بإشي وشايف انه في إشي عن جد ثقيل طول الوقت كنت قاعد تستناه، ولما عم عشته وخايف انه ما تعيشوش اكتر خلال يعني التجربة نفسها، هيك كان شعورك؟ يعني انا مثلا لما بلشت اتخرج بوقت فترة التعليم بالجامعة، انه انا عارف انه بالاخر في شيء رح ينتهي، تمام، في مشروع تخرج لإلك رح تتخرج، ستوب، انت بعد التخرج رح ترجع على مكان هيك، رح تترك روحك هناك وتاخذ جسمك بس، رح ترجع بجسمك بس عجولان. فعلا هذا اللي صار. أنا بعد ما جيت من دمشق، أنا 3 سنين اللي بعديها، اللي كان ويمكن مش بس أنا، كثار من الأشخاص اللي رجعوا من هناك اللي عاشوا هذا الإحباط الكآبي، إنه أنت رجعت على هذا السجن الصغير المفتوح، سجن مفتوح، أنت مش رح تقدر تشوف هذول أصحابك ولا رح تشوف الناس. فكانت فترة التخرج هي حلوة بالنسبة له، نفس الوقت هيك حاسسها هيك زي شباك هيك عم بسكر، زي باب انه حلو بس عم بسكر، يعني انه اوكي رجعت على الجولان، اوكي شو بدي اسوي، انه اوكي تعلمت انا وكل شيء، والجولان بجنن والاهالينا الناس بجننوا طيبين،
بس في ناس لازم كمان يعيشوا اللي انت عشته من كثر ما هو حلو، من كثر ما انت تحكي لهم عنه. يعني في ناس كانت تقعد وهي تسمعني كيف نوصف دمشق ونوصف المحلات، شعور كثير سيء انه هم مش قادرين يروحوا عليه. بعدين بعد صفنة 3 سنين انه اوكي حمادة شو بدك تعمل، انت مجبور تلاقي شيء بيشبه، لو شوي بيشبه دمشق عشان تقدر تكفي حياتك فيه. فكانت القدس، القدس اللي هي هيك هذا التوأم، توأم تبع دمشق، حسيته اللي هي فيها هذا الصور نفس كيف قلعة دمشق. تمشي انت من سوق الحميدية، بتشوف المبنى القديم تبع البلد، جيت على القدس انك انت بتشوف سور القدس، بتفوت ازقة، بتفوت بحارات، بتشوف هيك شيء بيشبه، فيك تفوت تقعد هون تشرب كاس شاي بتذكرك بجنب الجامع الاموي قهوة النوفة، بتفوت على القهوة هاي بتاكل صحن حمص بالقدس، بتتذكر لما كنت تاكل حمص ببوز الجدي مثلا عند باب توما، كاسة عصير هون دغري بتربطها بالكاسة العصير اللي هناك. هيك بلشت لأقدر كفي عن جد، صرت بس اربط هاي الاشياء ونفس الوقت كيف بدي احقق الهدف، لانه انا زمان كنت قايل بالحلم تبعي كمان انه انا بدي اتعلم عشان ارجع اعلم بفلسطين. فهون بلشت اشتغل على قصة عن جد الحلم يتحقق، انه انا بدي اعيش بفلسطين، انا بدي اشوف محل تاني، لانه في مثل عهد هيك، في شيء بالطفولة كان موجود او فترة الشباب انه انا بدي ارجع على فلسطين اعيش هناك وبدي اقدم شو في عندي اللي اذا كان مفيد للناس ممكن اقدمه، وكان للاطفال تحديدا بالبداية، لأنه كان الشيء يربطني إنه كيف أنا لما كنت طفل ما كنتش أقدر أحصل على الأشياء بسهولة، فأنا بدي أساعد بمكان اللي عن جد ممكن أحسه إنه بحاجة. وهناك أنا بال2011 قررت إنه أروح أول إشي على بير زيت، أخذت بيت هيك هناك اللي أنا لازم من هناك أبلش أخطط شو راح أعمل. سكنت سنة هناك اللي بس أنا قاعد بس أقرأ وأخطط شو بدي أسوي يعني. لبعدين قررت إنه خلاص أنا القدس هناك، المخطط اللي أنا قررت إنه بلش فيه كان التخطيط ببير زيت لكل هذا الإشي يعني، بس البداية كانت من القدس اللي هو أنا هلأ شو موجود يعني، كيف أنا عايش. شو بتحب القدس؟ على فكرة امبارح، أول امبارح في صديقة لي فنانة من عنا من الجولان اسمها شذى الصفدي، هدتني لوحة فاجأتني صعقتني فيها طبعا، اللي هي كتبت لي عليها من ورا إنه حمادة الغالي أنا بعرف قديش القدس بتعني لك، واللوحة هي عبارة عن مدينة القدس موجودة على غيمي، لك غيمي بيضاء وحواليها جبال. بحكي لك القدس هي كل شيء كنت تحسه بدمشق، هي الأصدقاء عن جد. هي إذا بتروح القدس أنا بروح تحس في شيء خلاص بينتهي يعني، بحزنها بفرحها بالحقيقة الصعبة اللي هي فيها، اللي عن جد اللي يعني بدك تحكي عن القدس بدك تحكي كل شيء، بدك تحكي كل شيء حقيقي، ما فيكش تحكي غير بس الحقيقة، لأنه القدس هي حقيقة الكون، حقيقة العالم كلياته، مش بس سياسيا، بالنسبة لي كل شيء. يمكن التأثير تبعي جاي من قصة لأنه دمشق أنا انحرمت إني أرجع أشوفها كمان مرة، بس لا كل مرة بحس إنه
لا للقدس كمان في إلها، في إلها طابع مش أي حدا بيقدر بيعيش فيه، وما بلوم أي حدا بيقدرش بيعيش فيه إذا هو من خارج المكان، لأنه بالقدس قديش هي صعبة العيشة، قديش هي كثير هيك حلوة، هي هيك مثل هيك طفل زغدور بضلوا يصيح ويبكي وهيك، بس بلحظة هيك بتلاقيه مبتسم مع بيرقص مكيف يعني، هيك 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 القدس. امتى حسيت، او يعني اذا في حادثة او الاشي في مربوط بوقت، بس حسيت انه القدس يعني صارت تعني لك او عم تعني لك او عم بتذكرك بدمشق؟ تعرف شو كمان، لأنه حكيت لك أنا يعني بيي بالزمانات إنه كان هو جوز عمتي، كانت عمتي مريضة، فبفترة الانتفاضة كانت عمتي مريضة فحطوها لازم تيجي على مستشفى المقاصد اللي موجود بالقدس، وهمني نزلوا على، كانوا نازلين على البلد القديمة، فبيي دايما بيحكي لي عن قصة صارت معه، إنه كيف الجندي إجا له ومسكه على إيده وقطع له الساعة، ولساته الساعة تبعه ضايعة. يعني هاي كمان أنا بصراحة مش من زمان، يعني مش من زمان كثير بيي حكى لي إياها، إنه بعرف شو ظني، إنه أحيانا بصير حديث إنه القدس، والقدس بحكي له بالقدس لما أقعد أنا وياه، بقول لي بتعرف إنه أنا ضيعت سيرتي، كثير بحبها وإلها زمان كثير معي، بس ضيعتها بالقدس. والله انه جنود صاروا يدفشوهم، كانه كان في مظاهره بالبلد القديمه بالقدس، حكى لي عند مبنى اللي هو اسمه الهوسبيس هناك بهذيك المنطقه. فهيك بتصير انت تربط الاشياء ببعضها، انه الزمن بي اللي ضيعه هناك، معقول انا رح ارجع ابني انا كيف ضاع منه؟ فهيك كثير أشياء بتصير ترتبط ببعضها، إنه هيك الأوقات بتكون تفصيل بسيط بس كثير بالذاكرة له علاقة، بيلعب دور يعني. بحاول إنه أحول إنه بي أنت ضيعت زمنك هناك، بس أنا رح أبدأ لك فيه بالأول، رح أكفي يعني. حمادة، هاي الصور اللي هالقد فيها حمولة عاطفية وشاعر ويعني ومشاعر ثقيلة، انت بتتواصل معها بعدين بتعرفها، ولا انت بتدور على روابط فبتعرفها؟ يعني بتدور على روابط مع المكان فبتعرفها هالقد، فهمتني صح؟ لا طلع، هي لك، هي شيء جدا عفوي. بحكي لك يعني، انت لما تسمع عن جد، تسمع حادثه معينه تمام، يعني انا مثلا على سبيل المثال اخوي لما كان ممكن لا سمح الله يصير عنده شيء، هو كمان صيد اللي حكيت لك، فكانوا يساعدوا يجيبوا للناس بوقت الانتفاضه، لانه كمان بفلسطين وقت الاضراب بالجولان اللي هو كان اضراب 6 شهور كثير صعب، نحن بس فيش غير منفذ علينا، فلسطين لاهل الجولان والجولان لاهل فلسطين، هذول الاثنين بدهم يساعدوا بعض. فاخوي كمان بزمانات كمان كان رح يتعرض لاشي، وهو عم بيساعد كطبيب يعني، كان رح يروح فيها رح ينتهي يعني، انه فهاي الذاكرة المشتركة ما بين الأشخاص، أهالينا وإخوتنا الكبار ونسائنا والصبايا الكبار عندنا، الارتباط اللي ما بين القدس تحديدا، عن جد بالقدس تحديدا، هذا كثير أثر على عن جد. أي تفصيل بسيط إنه يتحول لشيء، إنه يتحول لشيء عن جد اللي هو كثير مهم، اللي أنت بتبني عليه، لأنه ما بينفعش تنقطع. انا بسألك حمادة لانه بفكر يعني العلاقة مع فلسطين يعني كمكان هي علاقة كتير عاطفية، اصلا فكرة فلسطين كلها بمكان يعني فيك تتعامل معه كحق وارض وتفاصيل مادية، بس الرابطة الاقوى هي رابطة كتير عاطفية ورابطة كتير رومانسية. واحيانا تعرف لانه بغلب على حديثنا السياسي وبغلب على حديثنا التحليل والنقد، فمنقلل من حمولة العاطفة والرومانسيات اللي هي بالأساس هي الرابطة، يعني
يعني حلم تحرير فلسطين أو فكرة تحرير فلسطين هي حلم ومجموعة من الصور اللي كل واحد بينه وبين حاله بخلق روابط فيها. فأنا بس عم بجرب أشوف بقديش في حدا مثلك اللي هو مرتاح بالحديث بين صور يعني مليانة عاطفة ومليانة مشاعر مع كل مشهد مع كل حادثة. واللي بظن هذا عند عموم يعني عموم من الناس اللي هلا كنت دائما بحكي عموم الفلسطينيين بس هلا بدي احكي عموم من الفلسطينيين والسوريين في الجولان يعني بس الرابطه مع المكان نفسه تحت الاحتلال على قد ما في قسوه وعلى قد ما في سياسه وعلى قد ما في تحليل وعقلانيه برؤيه الامور بحتاج الواحد هاي الجرعات العاطفيه الكبيره وبظن متأكد أنها موجودة عنا كلنا بس الفارق ما بين حدا والتاني أنه بعبر عنها بكيف أنت بتعبر عنها أو ما بعرف يعبر عنها يعني يا بكون يا هيك يا هيك. فبلفتني كتير قاعد أنت وأنت قاعد بتحكي كيف كل مشهد يعني مش عم بدفعك بتجاه تحكي لي قصص أو تفتح لي قلبك أنت عم يعني باني أوريدي روابط عاطفية مع كل شيء. أنت مش بس فتحت لي قلبي أنت ذبحت اسمع لك يا من في جهة اللي عن جد تعرف اللي نحن عم نحكيه اللي هو مش بس فكرة العاطفة يعني كمان أنا بالجهة المقابلة اللي عن جد الإشي الثقافي كمان يعني الإشي اللي أنت عم بتشوفه ثقافيا يعني أنت لما تعرف شو لما تمشي عن جد جوا البلد القديمي بالقدس مثلا تحط إيدك على الحيطة عن جد يعني أنا بحكيك كمان هلأ بحكيك من جهة كمان كفن كعمارة كهي الشغلات إنه هيك دغري بتتذكر دغري لما بتحط إيدك على السور هناك بدمشق نفس الحال أصلاً هي ما نفس الفترة البناء صار يعني عجب بدون ما تحس أنت كل شيء هيك مربوط مش بس عاطفياً يعني أنت حتى العاطفة اللي بتكون عم بتفكر فيها هاي اللي بتغلب عليك اللي أنت ممكن تكون بدكش عن جد تفكر فيها يعني بس هذا الواقع اللي هو اللي كمان عم يحفزك انك انت كانسان تشتغل على ثقافتك على فنك كيف تطور يعني انا موضوع النحت اللي انا اشتغلت فيه او بلشت اشتغل فيه بفلسطين هو مش من فراغ هو مرتبط كمان بفلسطين بالمكان نفسه الفلسطين هي مش بس امبارح أنا بالنسبة لي فلسطين هي أوكي من بلاد الشام بس فلسطين هي من 6000 ومن 60000 سنة كمان فلسطين موجودة كمكان هاي البقعة اللي يمكن ما كانش اسمها فلسطين بس هي أنا من هناك في شبه عندي معلومات معينة عن فلسطين اللي هي مرتبطة بالتاريخ وبالذاكرة وبالأشياء اللي بالموسيقى وبالفن وبالمسرح وبالسينما والتطور تبعها عبر الزمن اللي أنت بتربطوا هناك دايما ما فيكاش تفصل هلأ في أحداث معينة بتخليك تفصله بس فيش حاجة نحكي عليها بس بحاول أشوف شوف لأنه القدس ما فيكش تيجي تقول بديش شوف الأشياء البشعة فيها لأنه هي طالما الاحتلال فيها هي دايما فيها بشاعة بس القدس فيها كثير جوانب عن جد فيها كثير جوانب جميلة وهيك حابب احكي شوي للناس اللي القدس هيك بالضبط زي هيك مثل انت بدك تروح تشوف الباب شو في وراه يعني اذا انت بدك اشي القدس هي هيك مفتوحه رغم كل الوجع اللي فيها بس القدس ملاني اشياء اللي انت ممكن تستفيد منها واي انسان يجي يستفيد القدس هي مش بس انك انت تشوف الاشي الصعب فيها القدس فيها شغلات جميلة جدا جدا بس انت بدك تروح لعندها مش هي رح تيجي لعندك لان هي عم بتدافع عن حالة بكل شيء حواليها بس فيها اشياء اللي ممكن ما تلاقيهاش ولا بمحل بالعالم وانا عن جد مش عم ببالغ لانه يعني في شغلات بتشوفها بتكتشفها رهيبة. وانت قاعد في القدس في قهوة مع شلت اصحاب اللي هو انا منهم وبحكي لك شو بتشبه القدس سوريا او دمشق يعني بدك تستعين بالقدس عشان تحكي لي عن دمشق حابب كتير هاد الجولة
يعني تعملنا جولة في دمشق من خلال القدس. هي راح تكون هاي جولة عكسية للسوريين والفلسطينيين على فكرة، يعني عموم الفلسطينيين وعموم السوريين ما شافوا بعض أو ما شافوا القدس ودمشق، بس أنت شخص محظوظ من الناس القلائل يعني. فعملنا جولة يوم في دمشق من خلال القدس. احنا فينا فينا نعمل استراحة ولا صعب؟ عشان بدك تدخن دخن محلك اذا بدك تدخن. المشكلة هذا محلي ممنوع الدخان فيه. لا روح دخن يلا. ينفع تواني؟ ينفع يلا. يلا لا مش تواني، هاي ما فيها تواني، خد راحتك. كيف بس ما تجاوبش السؤال مع لا حدا يعني هذا اجابه السؤال لإلي انا، لو بعرف بدك تاخذ بريك دخان كان شو اسمه كان ما سالتش السؤال. طب لا خلاص بدك تطلعش. لا شو بدك تروح روح، بس انا ما بديش السؤال يعني حسن حظي ممكن يكون انك تفكر فيه لحالك او تفكر لا فيه اكثر لتجاوبه، بس ما بدي يعني ما بدي التواصل مع يعني مع 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 الصور اللي راح تبنيها، بدي اشوفك وانت بتبنيها. بس برجع لا انا وعد مش راح افكر في شيء. ها هاي اصلا يمكن السيجاره ما تزبطش معي عشان انا بقح. مش عارف، مش ظابطه السيجاره معي، بس رح دخن يعني. بس انت بتدخن؟ انا بطلت ادخن موقف من 3 سنين. سمحت لحالك تدخن في هذا الموقع؟ تم السماح باستثناء. استثناء، شكرا. هلو انت عم بتدخن رح تتجلى اكتر بالاجابه صح؟ بكم بالحوار. هلا صرت انت باجواء القهوه كامله، كاستك القهوه وكاسك الشاي عم بتدخن. انا بعدني شو اسمه بعدني ولا انت مش فاهم ايش السؤال يعني عامل فيه. يعني لا عارف من عن جد مش عارف من وين ابدا. يعني باب العمود اول شيء بدك تفكر فيه باب العمود، كيف بدك تجيب كاسه شاي مع نعناع او قهوه وتقعد باب العمود تصفن فيه؟ هاي نفس المكان اللي انت بتروح تقعد بقهوه النوفره جنب الجامع الاموي بالضبط. انت ما بتفكر انك تاخذ قهوتك بمكان تاني غير بس جنب الجامع الاموي بقهوة النوفر اللي هي عمرها مئات السنين بدمشق. بعدين بدك تنزل من باب العمود. انا هلا اشوف هلا عم بحكي يا الله ما افكر. احمد انت فظيع. هلا بدك تفوت، بعد تتخلص القهوة انت مجبور تفوت تتمشى بالحارات جوا. تمام، يعني بتفكر اول شيء على شمالك وانت فايت من باب العمود، في عندك هذا عمو البياع الهريسي، هذا مجبور تاخذ من عنده وانت ماشي. ليش؟ عشان وانت ماشي لقدام بالقدس بتتذكر محل الحلويات اللي كمان بدمشق. تمام، حلويات نفيسي، هذا متذكر منيح. وانت داخل بدك تاكل فلافل، هاي انا لانه انا من عشاق الفلافل بصراحه، مش الفلافل اللي اصلها اسرائيلي لانه ما لنش علاقه بالفلافل، اني سرقوا الفلافل طبعا. فهيك محطات يعني بدك تاكل فلافل بتفوت على مطعم على كيفك اسمه بدمشق، لازم تتذكره هذا. بتاكل فلافل هون، فلافل على كيفك، بتفوت لهون عندك فلافل الهدمي لازم تاكله بدمشق.
بالقدس هيك نفس الشيء، وانت ماشي ضلك ماشي لحتى انت بتجوع، ما انت خلال المسار بتجوع. تمام، فانا هناك دمشق كنا نروح نوقف ناكل حمص بمكان اسمه بوز الجدي، هيك اسم المكان اللي هو فيه اشياء. فهون من في بالقدس؟ بوز الجدي ابو شكري، ما مجبور يعني، هذا التوازن هيك بالضبط، هيك انا كانت مبنيه بالنسبه لي. اوكي، بس تخلص بدك تروح، لازم تروح تقعد على سطوح الخان بدمشق بالقدس، يعني بينفعش انت تروح تلف بالبلد القديم بالقدس ما تروحش على سطوح الخان. تمام، فبدمشق نفس الشيء. بعدين انت لما تخلص هاي في كاسه العصير هاي اللي كل انسان بالعالم بتمنى له يروح يشربها بدمشق، اللي عند ابو شاكر اسمه، توصل لعنده بيقول لك اول ما تموت اهلا دكتور شو بدك تشرب، بيجيب لك كاسه عصير اللي هي ارتفاعها هيك بيكون ملاني فواكه ملاني شغلات. تخلص نهارك طبعا تخلصه بصعوبة، يعني بتحسش بالوقت وانت بدمشق، عن جد بدك تفوت تشوف خان اسعد باشا، بدك تفوت تتفرج على المعارض اللي موجودة بالحارات القديمة، بدك تفوت لازم تفوت تتفرج مثلا على سوق الورق، على السواق اللي موجودة جوا، بدك تفوت على الحميدية كلها، بدك تاكل بوزة شو اسمه، ابو قداش اللي دج دج دج، هذا اللي فن كيف الجماعة بيعملوا عن جد هاي البوزة اللي هي جدا قديمة يعني. هلا مجبور تختمها انك تطلع قسيون مثلا، لازم تطلع تشوف قسيون، تطلع تشوف دمشق من فوق، يعطوك هذا الحرام اللي هو على فكرة بالنسبة لي سطوح الخان بالقدس لقسيون مقابل لقسيون بالنسبة، لأنه قسيون كنت هيك تطلع تقعد فوق تشوف كل دمشق، مش فيروز بتقول من قسيون وأطل يا وطني دمشق تعانق السحابة، فهيك أنت بتشوفه من فوق هيك، بتقعد بسطوح الخان أنت بتشوف هيك كمان، بتشوف هيك المدى، بتشوف البيوت البلد القديمة كلياتها من فوق هيك، بتحس ب هيك تمدد على ظهرك تقعد بس تتفرج لفوق. على فكرة قديش حلوة العمارة بدمشق وبالقدس، صح انها هي مسكرة وهيك حارات، بس في هذا الشعور تبع انت دايما لازم تنام على ظهرك عشان تشوف بس للسما لفوق كل الوقت، لانه اذا عيونك بظلهم يراقبوا بس شو بتشوف بالوقت الحالي انت بتتضايق، عشان انت بتشوف استيطان ببيت هون، جنود هون، كاميرات هون، بس انت وانت متسطح على ظهرك على سطوح الخان بالقدس انت فيش حدا، فيش غير بس انت والسماء والنجوم وهاي الذكريات اللي انت بتصير بتربطها. وعن جد فعلا لما بدي هيك احس براحة بس بنزل على سطوح الخان، لأن هناك كثير نحن بنقعد نتذكر، بنحكي هيك سواليف عن فلسطين أو عن دمشق، بس هناك بتصير تطلع بشم ريحة تبع الأشياء بدمشق وأنا ماشي فيها، بشم ريحة الشتاء، بشم ريحة الناس، أصوات الناس، بس بهذا المكان بحس فيه. وبتعرف وين كمان؟ ب ب ب بمنطقة عين كرم اللي كمان هي احتلوها. لما أروح لهناك بتذكرني كمان بإشي بدمشق، كثير بتذكرني بالأصوات، الناس بسمع صوت الناس كثير. فهيك فعليا براسي هلأ دمشق هي مثل عين كرم، كمان هي محتلة، من محتلة لأنه أهل عين كرم هل رح يرجعوا للبيت، وأنا هل رح أقدر أروح على دمشق كمان مرة ولا لا. فبس أصوات الناس هن اللي بتضل تحسسني إنه نحن راجعين، نحن بدنا نرجع نكون. فهاي الصفنة إذا بتضيع مني، إذا ما بضلنيش أفكر فيها، في شيء راح يروح.
أنا مبسوط كتير بالجولة هاي. أنا روابطي بالأماكن بحب يعني أحفظ أسماء محلات، أسماء شخصيات. كمان لما أنت بتقول على فكرة يعني رأي الشوارع أو هاي الأسواق الصغيرة فيها روائح، يعني أنت في شوارع بمناطق بترتبط بمحل قهوة، بطحن قهوة طازة، القهوة بتكون عنده طازة مثلا، ففي هيك خلص في شوارع وفي أماكن بترتبط بروائح، بأصوات، بنوعية ضجيج حتى أحيانا، شكل إزعاج ما أو نوعية إزعاج ما بتضل مربوطة طبعا. طيب صديقي أنت كمان في 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 القدس في عندك النحت، كمان هو بوابة لمساحات كتيرة. يعني بالعادة النحت يعني ما بدي أحكي عنه حرفيا يعني أو إنه، بس ليه بتنحت أو ليه صرت في هذا المكان وشو دافعك لهاي المساحة؟ شوف، اخترت انه انا تخصص النحت. يعني احنا بشكل عام بدمشق احنا بيعلمونا او تعلمنا انه انت مش بس تكون منحاز لنوع من الفن، انه انت لازم يكون عندك بشكل عام المام وثقافه كامله بالفنون التشكيليه. بس انا اخترت يكون عندي النحت. النحت بحسسني اكثر ب شوف انا بخاف، كيف بخاف يضع مني الشيء. النحت هو إجا لي النحت لأنه الشيء بيظل موجود. يعني كيف الشعوب القديمة، كيف الفراعنة، كيف الأشوريين البابليين، كيف اللي شفته بدمشق اللي شفته هون. نحن ما كناش ممكن نعرف عن هاي الشعوب غير بس من خلال، نعم في لوحات وفي زخارف، بس المنحوتات هاي القوية اللي هي رغم الظواهر الطبيعية ورغم ملايين السنين اللي مرقت لساتها موجودة. المنحوتات لساته الشعب بتحكي عنه. فاخترت النحت لأنه مادي قديش جدا هي ثقيلة وقوية وصلبة، بس بنفس الوقت فيها هيك حساسية اللي كثير حساسة جدا جدا. مشاعر تبع مادة فكرة النحت نفسها شيء كثير حساس. ممكن بحسها بتشبهني، يعني أنا بتطلع فيه بتقول شو هالجلوب هذا الكبير الضخم، بس إذا بتجي بتفوت لجوا يمكن ممكن هيك مثل الطفل الصغير أي شيء بزعله. فحسيتها بتشبهني. فهيك بعدين تخرجت من دمشق بالنحت، وانه خلص انا هذا المجال راح يكون بس بالنسبه لي يعني. فلما رجعت على جولان اشتغلت وعلمت فيه بمركز فتح المدرس اللي حكيت عنه. وبعدين قررت انه كيف لما قررت انه انتقل على فلسطين، انه اوكي اول شيء انا راح بلش فيه انه راح ساعد مجموعه من الاطفال اللي هني بتعرف الاطفال هون اللي هني بيتعرضوا كمان ل وهن رايحين من المدارس جايين من المدارس، وتحديدا من مدينه القدس. يعني اللي عن جد ولد رايح على المدرسه يقعد يفتشوا له شنطته، انه هذا الولد بحاجه كمان للحظه اللي هو عن جد يفرغ. يعني النحت كمان هو مش بس انك انت تطالع فنان وعمل فني، انه ماده الصلصال اللي انا بتعامل فيها اللي هي ماده اللي بتخلي الانسان يفرغ عن نفسه، يرتاح، يعبر عن شو هو بيحب. وخلال الشغل بيطلع معه عمل، مش مهم شو هو قيمة العمل، بس مهم قيمة اللحظات هاي اللي هي تحمل ذاكرة هي اللحظة اللي هو اشتغل فيه بيديه. وبمادة التراب نفسها اللي هي كثير لها علاقة بالمكان وبالأرض وسياسيا، بس انت بدون ما تحكي عن هدول انت الإنسان أو الطفل أو الكبير أو أي حدا بيكون عم يرتبط بهاي الأرض بدون ما يحس. والوقت وبنهاية الوقت إنه بيطلع عنده مخرج عمل نحتي اللي هو وليد هاي اللحظات اللي هو عاشها. فهالعمل رح يكون مع الوقت، ممكن يكون مع الوقت إنه في فترة معينة في زمان ما طفل اسمه كذا بمدينة القدس عمل هذا العمل، كيف زي ما الشعوب القديمة الحضارات القديمة اللي ورثت لنا تماثيل، إنه ابن القدس أو ابن فلسطين أو ابن الجولان هو كمان لازم يبني عمل فني، يبني لحظات تاريخية اللي تكون شهرة على أنه هو كان موجود، هو كان بهاي البلد
عرفت؟ لو تصور العمل سوى، ولو العمل حافظ على حاله وحافظت عليه، هو العمل موجود. فأنت بتكون ضمنان عدة جوانب. عم تحكي عن الجانب الفني والإبداعي، عم تحكي عن الجانب الإنساني اللي هو الإنسان عم بفرغ فيه بلحظاته، وعم تحكي عن أرشيف تاريخي، إنه هذا العمل انعمل بالقدس بالبلد القديمة جنب الأقصى، أنا هناك بشتغل. فبلشت هيك المسير شوي شوي تولد عن جد، لحد ما أول مؤسسة اشتغلت فيها اللي هي كان اسمها مدرستي فلسطين، اللي كنا نحن نجيب فيها منها طلاب من المدارس اللي كان شوي تحصيلهم العلمي شوي متدني، اللي جايين من خلفيات شوي اللي هي صعبة مضطهدة أكثر، نحاول نشتغل معهم كل الوقت على بناء الشخصية الثقافية الاجتماعية الإبداعية. كل هذا الشغل اشتغلناه لمدة سنين، كان في دمج مع بالأردن كمان. بعدين بلشت المسيرة تنتقل بمحطات ما بين المدن الفلسطينية، ما بين الخليل وجنين ورام الله قلقيلة، كل هاي المحلات. وبمحلات معينة صرنا نعمل وصلة كمان بالجولان عشان يصير في هيك توزيع بالتفكير نفسه. بفلسطين كنت كثير معني موضوع النحت يكون، لأنه فلسطين هي بشكل عام من هلأ وبالتاريخ إنه هي بلد اللي فيها نحت، يعني عبر التاريخ فيها كنوز من النحت، فيها كنوز من الزخارف الفنية اللي هي مش لازم تضيع. حتى لو في معايير اللي هي ممكن في ناس ترفض موضوع النحت، بس أنا اللي كنت سويه إنه الأولاد أو الناس كثير ممكن أفهمهم إنه هذا مش صنم. الصنم أنت لما كان بفترات تاريخية قديمة، لما الناس ما كانوش يعرفوا إنه في إله اللي نحن بنعبده، وكان الإنسان ضايع كان. بس اليوم الفن النحت أو الفن بشكل عام هو إشي للذوق، إشي للعلاج، إشي للإنسان يرتقي بمجتمعه، لأنه المجتمعات هي بالآخر ثقافي، وأنت شو أنت بتترك أثر للناس اللي جاي من بعدك، شو بدك تحكي للشعوب اللي بتشوفك، إنك أنت إنسان مش همجي، أنت إنسان عندك حضارة، عندك فكر، عندك شو اسمه الحجر اللي أنت بتقاوم فيه هو نفسه. أنا بالنسبة لي هو عمل فني، اللي هو بيروح وبيرجع على إيدك، هذا هي حالة فنية، هو نفسه وقت حالة مقاومة عظيمة أنت لازم تعرفها شو يعني، إنه هذا مش صنم، هذا عم بيعبر عنك شعورك لما أنت تحمله وتزته. هاي كتلة اللي هي النحت، هي عبارة عن كتلة وفراغ، هي كتلة عم تطلع من إيدك، عم بتروح على فراغ، عم بتحقق هدف مقاومتك، ويمكن يرجع لك الحجر بعد مرة وبعد مرة. ليش ما أنت تبنيه كمان بشكله اللي هو بيعبر عن المكان اللي أنت فيه؟ طلع اللي جواتك، احكي كل شيء بدك إياه من خلال هاي المادة. فهيك شوي شوي بلشنا نشتغل على أنه قديش في حاول عدد كبير من الأطفال أنه نحن ياخذوا هاي المادة يشتغلوا فيها، يبنوا اللحظات تبعهم، وهيك لحد ما صلنا اليوم نشتغل كمان مع جيل شباب كبار اللي هم كمان بمرحلة معينة، اللي هم كمان المجتمع بينساهم، انه خلص صار فوق ال 18 سنه وبيروح على الجامعه بس بيعيش، بس لا، ما هو كمان بحاجه لانه يفرغ عن ذاته ويبدع كمان. ويعني اخر اسبوع كان في عندنا اخر معرض نحت نتاج دوره الى مجموعه من الشباب والصبايا من مدن فلسطينيه، اللي هو كان عنوانه احياء. اللي اختارنا الاسم هو لانه كان بيحمل كثير هيك معايير، يعني الأفراد اللي كانوا مشاركين هن طبعا ولا واحد فيهم إلا من مجال الفن، هن من مجالات مختلفة اللي جايين، بس كل واحد فيهم كان عنده قصة. وهذا كان ميزة هاي الدورة وهذا المعرض، إنه يعني واحد كان مسجون، يعني في من أحد المشاريع الأعمال الفنية اللي عملها، اللي عمل الشبشب او الشحاطه اللي السجان بيوزع له اياها بالسجن، اللي هي اللي مكتوب عليها شباس، هاي اللي
يعني لما هو اشتغل عمل هو فكر بالمحرقة قديش هاي الشحاطة وجعت له اجره، حتى التشقق اللي فيها المكان اللي الوجع الاجر اللي هو كيف حكى عنه. كثير مهم، يعني كثير مهم هاي التماثيل، عشان هي تقنيا جميلة، بس كيف بتحمل حمولة تبعتها. وضيعة. في إنسان اللي في أشخاص اللي عملوا تماثيل لشخصيات مثلا مظفر النواب، أمل دنقل، وتخيل هذول الناس هني مش من عالم الفن، هذا مستوى أول بالتعليم. في حدا عمل علي بنا، في ناس عملت أشياء اللي هي تحكي عنها بس مخباي، بس العمل جميل جدا وواضح شو بيحكي. في وحدة عملت سيدها بورتريه عملته، وشو اللي كان حلو مميز، انه امها ستها اجت تصورت مع البورتريه تبع سيدها، عرفت؟ يعني هاي القيم اللي بحاول انه مع انا ومع الناس اللي بيكونوا مشاركين، انه عن جد احكوا، يعني نحن فينا نحكي بهاي المادة كل شيء بدكم اياه. نحن بدناش نعرف شو بدناش نكون فنانين، نحن بس بدنا نعيش اللحظة ونولد لحظة ونأرشفها من خلال هاي المنحوتة، هاي مادة الصلصال اللي هي بسيطة، اللي الإنسان كله بلش منها. حمادة صديقي، أنا بنهي تعرف هيك الجلسة هاي، يعني رح يكون في جلسات يعني، وبتمنى فعليا أنه لما تصح لك تنزل دمشق من الأيام أني أكون يعني كمان يكون صحيح لي فنلتقي إن شاء الله. هناك، وإذا ما صح لناش وكانت الزيارة الأقرب هي زيارة القدس، كنت رح أحب جدا أنه غير الجولات تبعت أصدقائنا يعني في القدس، بس كنت بحب جدا كمان انت تعمل لي جولة في القدس، اني يعني هاي التفاصيل الصغيرة اللي كنت احكيها اشوفها على مدار ساعات، يلا بس جولة ميدانية يعني. انا بنهي المقابلة بسؤال غريب بعيد عن هاي المساحات، متعلق بالاكل. اول شيء، انت بتحب الاكل؟ شوف، أنا سمين شوي، بس مش أكو أكيل، بس مش مقدمة جيدة هي. ها مش بس مقدمة جيدة. لا، شوف مش شوف الأكلات اللي بتربط بصراحة. شوف يعني هلا الأكلات اللي بتربطني بإشي معين بحبها وبشتهيها وبتمناها كثير. أوكي، بتحب المقلوبة؟ طبعا، يعني هاي من أطيب الأكلات عندي. حلو. بتعملوها في الجولان زينا ولا زي الشوام؟ هلا هاي في نزاع عليها دائما، هلا بفلسطين في ناس بتحط فيها زهرة، انا ما بحبش الزهرة. أنا بسأل عمي في الجولان، هلا أنت في بيتكم، في نحن بيتكم بنعمل، بتعملوها زي الشوام بلحمة مفرومة ولا زي الفلسطينية بلحمة أو دجاج؟ لحمة او دجاج اغلبا. أها، شوف الحدود وهم هي. طبعا طبعا، بس الشوام مش كلها، بس شوف الشوام مش كلهم نفس الشيء بيعملوها. ماشي، بس في اشي هناك عام يعني، هذا صراحة حتى لو زلنا الحدود بدنا نحل لكله حل بعدين، موضوع اللحم انا المفرومة هذا هذا، لحم مفرومة وهيك وبقى مرفوضة، بتكونش متأكد مفرومة، بتكون بسموها رز. مقلوبة هناك؟ يز متخيل يا زلم بسموها مقلوبة، بسوي بلحم مفرومة وهيك وبسموها انا هذا مقلوبة؟ الحكي لا ينفع، لانه انا اكلتها بمكان تاني ما كانتش مفهومة على فكرة. شوف، ما هي المشكلة كمان بدمشق بالشام، في تقسيمات، يعني في تقسيمات جغرافية اللي جوا السور وبرا السور وفوق السور وتحت السور. طبعا يعني، وبتختلف التسميات شوي، مع شوية حصتومي زيادة، مع شو اسمه هاي زيادة. فهلا هاي أنا ما حبيتهاش شغلة اللحم المفرومة، لا لا، ما حبيناها، أنا مرفوضة ما هاي. حبيت هاي الشغلة. حبيبي حماد، شكرا جزيلا على هاللقاء، شكرا على شكرا فتحة لك، القلب يعني، شكرا على كتير هيك الجولات اللي عملناها، ممنون لك كتير. شكرا. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة والاستماع، يعني كان لقاء في حمولة كبيرة مركبة، في كتير مشاعر وكتير تفاصيل، وأظن يعني من الحلقات القليلة اللي فيها يعني جمهور المساحتين جغرافيات رح يكون معني فيها، السوريين والفلسطينيين رح يحبوا يحضروا هذه الحلقة، ف
ساهموا وساعدونا في المشاركة والتواصل لإلها، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لكم. شكرا حمادة.